نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية البدراوي مركز كفر البطيخ. القافلة تأتي ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية، كل عيادة بها طبيب أو استشاري متخصص، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة، وكذا إجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، إضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية. خدمات القافلة بتتقدم للمريض مجانا كلها، من اول قطع التذكرة اللي بتتم للمريض بالرقم القومي الخاص بيه، مرورا بالكشف بالعيادات. قبل ما بننزل القرية بنراجع مركز المعلومات الخاص بينا والبيان الاحصائي، اخر بيان احصائي تم في القافلة، عشان نعرف ايه التخصصات اللي هنقدر نوفرها، ايه العيادات المتنقلة اللي هنجيبها من وزارة الصحة وهتدعم شغل القافلة، ايه الفريق الطبي اللي هيكون موجود معانا. طبعا معانا فريق على اعلى مستوى من الاطباء الاخصائيين والاستشاريين والصيادلة والإداريين والفنيين، كلهم هدفهم خدمة المريض. دي رابع قافلة طبية في مدار عام واحد من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه بيوالي ملف الصحة في الريف المصري اهتمام كبير، والحمد لله ما عادش أي حالة مستعصية أو أي حالة طبية محتاجة كشف في القرية ولا القرى المجاورة. القافلة موجودة معانا النهاردة مؤلفة من 98 طبيب في كافة التخصصات لخدمة قرية البدراء والقرى المجاورة. احنا كشفنا والقافلة مظبوطة ودكاترة مظبوطين، وكشفت أعصاب وكشفت عيون ومنتزين. كشفت والحمد لله، والفصيلة اللي جاية ناس محترمة وناس كويسين ودكاترة حلوين، وشايفين راحتنا وقابلونا استقبال حلو.